يا مساء الخير ويعطيكم العافية. قبل تقريبا شهر ونص استلمت هذه الطاحونة، فما تكلمت عليها ولا عملت انبوكسنج على الطاحونة نفسها، لأني أنا أوريدي عملت انبوكسنج لأنواع قبلها، فكانت الانبوكسنج بشكل عام اللي يوجد داخل الصندوق نفسه معروف، لكن أنا نفس الصندوق اللي عندي أنا ما استخدمته راح أصوره لكم بشكل عام. قبل شهر ونص بالضبط استلمت هذه الطاحونة، خلينا نقول واحدة من أصعب الطلبات اللي طلبتها من مصنع مونوليث. بالضبط في فبراير دخلت في الطلب المسبق بحيث أني أطلب هذه الطاحونة، فللأسف ما حالفني الحظ. دخلت على دينيس راسلت له ايميل قلت له اشوف لك حل، ان الطاحون هذه مره يعني لازم اشتريها. يعني دخلت عليه يمين يسار وكذا وما قصر الصراحه، فقال لي خلاص انا راح احجز لك الطلب المسبق القادم اللي راح يكون في شهر 5، وراح تستلم الطاحونه في نهايه ديسمبر اللي هو لسه انا استلمته. فتقريبا كانت فترة الانتظار ما يقارب 10 شهور، 10 شهور إلى 11 شهر، فكانت المدة طويلة الصراحة. لكن أنا كنت جدا مهتم إني آخذ هذه الطاحونة. طيب خلينا طيب قبل ما نستعرض اللي جاء مع البوكس نفسه، علشان الواحد يحصل له طاحونة من مونوليث بشكل عام يحتاج يدخل في معركة بحيث انه يدخل في الطلب المسبق، ينزل مرتين في السنة، والمرة الثالثة تستلمه في السنة الجديدة. فتقريبا على كل طلب تنزل 40 طاحونة، بين 35 ل 40 طاحونة. فتخيل العالم كله، كل المهتم بعالم القهوة بشكل عام انه يبغى يحصل هذه الطاحونة. إذا كانت الكونيكال يعني خلينا نقول إذا كانت الكونيكال صعبة، هذه صعبة مضروبة برقم 2، لأن تعتبر واحدة من الطواحين الأيقونات اللي أغلب المهتمين بالقهوة بشكل عام إنه وده يمتلك هذه الطاحونة. طيب إيش اللي يجي مع البوكس مع الطاحونة؟ يجي معاها هذه القهوة، هذه المحمصة يتعاملون معاها بشكل عام، فيعتبرونها قهوة موجودة مع الطاحونة يستخدمها الواحد. أنا الصراحة ما أجربها ولا أستخدمها ولا شيء، هذه هي موجودة على وضعها. وهذا البوكس، الحاجة اللي تغير في البوكس أو اللي يجي مع البوكس هذا الموزع أو مكسر التكتلات عفوا، ظريف ولطيف. يعني معاي تكون معاه قاعدة، وشكله كويس جميل الصراحة، أفضل من كان في زي العود أو الستيك لتكسير التكتلات، فحطوا هذا. الفانل، هذا الفانل زي ما أنتم عارفين، هذا الفانل اللي ينحط مع البرود فلتر، والدوزر للوزن القهوة بالبلاستيك، والبمب اللي يتم استخدامه في وقت ما تحب القهوة تكبسه تنزل أي بقايا من القهوة. وحق الـ WDT البخاخ نفس هذا، أنا ما فتحته، عندي بخاخ ثاني. هذا البخاخ وظيفته تعمل بخة واحدة بس للقهوة، ويطرد الكهرباء الساكنة بحيث انه ما يعمل لك اي تبعثر وما يخلي اي بقايا داخل الطاحونة. وبالاضافة انا اضفت هذا الكاب، هذا الكاب من الوولنات، خشب الوولنات، يعتبر هذا شيء له كوست او له مبلغ تدفعه زيادة على قيمة الطاحونة. طيب ايش فائدته؟ ما في له ولا فائدة، بس شكل، يعطي شكل جمالي فوق الطاحونة نفسها.
ما في اي له فايده انه مثلا ما يتبعثر قهوه ولا شيء. لا ما راح يتبعثر قهوه في ولا شيء ولا حاجه، لسبب انه في هذا البليت لو كان في اي تبعثر القهوه ولا شيء راح يمسكه ولا راح يكون في اي فرق ولا حاجه. طيب بشكل عام خلينا نتكلم عن الطاحونه، خلاص شفنا اللي موجود في البوكس وايش اللي وصل مع الطاحونه. طاحونه مصنوعه في امريكا بالتحديد في سياتل، في مختبر في سياتل، اسم الشركه مونوليث، المالك اسمه دينيس. جودة الطاحونة بشكل عام ما في أحد يقدر يختلف فيها، جودتها عالية، كل الماتيريال أو القطع المصنعة تعتبر بلوكات، يتم أخذ البلوك نفسه وقطعه بالسي إن سي، بمشينة بالسي إن سي. فيعني أسهلها لكم، شفتوا البلوك حق الماكينة للسيارة نفس الفكرة، يكون في بلوك وتكون الماشين السي ان سي يتم تقطع البلوك نفسه وتعمل الديزاين نفسه، فجودة البلوك مرة عالية. نظرة عامة للطاحونة نفسها بشكل عام، هذا موجود فيه قاعدة adjustment تقدر تفتح من وراء ترخيها ترفع تنزل، هذا نفس الفكرة للبروت فلتر، تقدر تتحكم بالمقاسات كاملة، تفتحها توسعها تقفلها حسب البروت فلتر اللي عندك، ترفع تنزل حسب الارتفاع. طيب ايش الحاجات الجديدة اللي الفيس ليفت اللي نعمل للطاحونة عن الموديلات السابقة؟ طيب نبتدي من العنق، تم تطويل العنق بشكل اطول، وتم تغيير المغناطيك او المغناطيس من الموديل السابق. لو اللي عند الموديل السابق راح يلاحظ ان المغناطيس موجود فيه 4 قطع، هنا موجودة قطعتين لكنها اقوى من الموديل السابق، فقوتها مرة عالية. من الحاجات الجديدة اللي انعملت، طبعا انعملت في الموديل اللي قبلها لكن خلينا نقارنها بالموديل الاول اللي كنت انا امتلكت المونوليث ماكس. من الحاجات اللي تم تغييرها ان الفينيشينج للسطح نفسه معمول بالسي ان سي مخطط، والحاجه اللي تم تغييرها لو انتم ملاحظين الكنترولر، كان الكنترولر في الموديل اللي قبل كان بشكل ظاهر، كان شكله قبيح نوعا ما، كان مركب من هنا، الان صار مخفي بنفس مستوى القاعده، فالكنترولر نفسه موجود في داخل البوكس نفسه، فكذا تشوفون كذا شكله لطيف بدون فلسفه بدون اي حاجه، الشاشه داخليه والادجست فيكون الادجستمنت بنفس مستوى السطح، والكنترولر نفس الحكايه من الداخل. طيب خلينا نتكلم شوي تقنيا عن الموتور المستخدم في هذا الطاحونة. الموتور المستخدم في هذا الطاحونة من شركة يابانية، العمر الافتراضي للموتور نفسه 40,000 ساعة، برشلس. البرشلس بشكل عام سواء كانت هذا الموتور او اي موتور من برشلس، حتى البرشلس موجود فيها للفيول بامب، في بعض الفيول بامب تكون برشلس. البرشلس يكون التوصيل اللي يتم توصيل فيه بالدي سي مش بالفولت، فيحتاج ضفيرة او يحتاج كونفرتر. فعشان كده انت لو ملاحظين اي طاحونة فلات يكون فيها الموتور حقها برشلس، يكون السمك القاعدة، يكون القاعدة الموجودة للطواحين الفلات شكلها سميك، والسبب انه يكون في كونفرتر داخل يتم تحويل من الفولت الى الدي سي. طيب ايش ميزة الموتور؟ ليه هذا الموتور يتم استخدامه؟ هذا الموتور التورك حقه عالي. كيف يعني التورك حقه عالي؟ التورك حقه عالي انه يتحمل التورك حقه بين 50-70%. خلينا ابسطها لكم، لو كان وزن الانسان وزنه مثلا 100
يقدر يرفع 50 كيلو أو 60 إلى 70 كيلو. نفس الفكرة الموتور هذا يتحمل التورك حقه إلى 50 إلى 70%، 50 إلى 70%. طيب إحنا إيش نستفيد من التورك للموتور نفسه؟ نستفيد منه لثبات الطحن. ثبات الطحن نتكلم عن الكثافة البن نفسها. كثافة البن ما هي ثابتة، كثافة البن الأثيوبي مختلفة عن البن البرازيلي، كثافة البن الكوستاريكي مختلف عن البن الكولومبي. فمو بس نوع البن نفسه، مزرعة عن مزرعة، كثافة البن، حجم الحبة. طيب إيش نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الموتور نفسه ما راح يعيق أي حبوب بن، راح يمشي على عزم متساوي، تورك متساوي، بحيث لو صغرت الحبة، كبرت الحبة، في تباين بالألوان في الحمصة، في أي مشكلة في الحمصة، لو كانت مثلا حمصة فيها حبة وحبة، أي تغير الموتور نفسه ما راح يتغير، راح يطحن الحبة بشكل متساوي. انت لو تلاحظون يعني هذا احد الاسباب اللي يخلي هذا الطاحونة سعر تكلفتها عالية. اكيد جربتوا طواحين وانت تطحن تشوف الطاحونة زي التقطع او تعطي زي التنتيع، تسمعون صوت كذا تنتيع بسبة التورك. فزي ما قلت لكم تلاحظون بعض الطواحين وقت الطحن يكون فيها تذبذب، والتذبذب هذا راح يأثر معاك في الطحن، وهذا قد يسبب لك تشانلينج، يغير لك من طعم الكوب في النهاية. فعشان كذا هذه أحد الأسباب اللي تخلي الطواحين هذه تكلفتها عالية، الموتور اللي فيه مستخدم الكواليتي والجودة حقتها مرة عالية. طيب المونوليث ماكس خلينا نقول تجربتي لها في الموديل السابق، اشتريتها تقريبا في 2019، كانت قرص SSB ريد سبيد. SSB تعتبر من افضل البورز او احجار الطحن الموجودة في العالم، شركات تصنع الاقراص الطحن، شركة كورية جودتها عالية. فالريد سبيد معروفة، مقاس القرص 98. طيب ايش المشكلة اللي واجهتها وكثير ما اللي واجهوها في طواحين الماكس قرص SSB؟ اغلب المشكلة اللي واجهتنا كان الطحن يعطيك اقرب للبودرة، الفاين فيها مرة عالي، ف وقت الاستخلاص يعني اذا كان شخص مو دقيق يعني يكون محترف ايده خفيفه مره في الـ في الـ في المعايره، فراح يكون عند الاستخلاص يا انه يتقفل يا انه يكون الاستخلاص عنده بطيء او انه يكون عند الاستخلاص سريع، فكانت المعايره فيها مره صعبه. فكثير اللي استخدموا الماكس كانت سمعتها سيئه، فكثير اللي كان يستخدم الماكس على الموديل القديم على قرص SSB وانا واحد منهم ما عجبتني، عرضتها للبيع وبعتها واخذت الكونيكل لانها كانت استخدامها صعب نوعا ما، مش صعب يعني انا اقدر يعني انا بس ماني فاضي كل يوم مثلا ادب ارمي 4 اكواب واعمل كوب، فالموضوع شوية فيه تعقيد نوعا ما. فأغلب الناس اتجهت للكونيكال وكثير كان يروج للكونيكال أفضل من الفلات بشكل كبير، إلى ما بعد في 2021 مصنع مونوليث دينيس نفسه عمل في المختبر حقه أحجار شوركن، عملها دينيس في المختبر حقه بعد الشكاوي اللي تم طحن تصنيع المختبر نفسه، تصنيع مونوليث نفسهم اسمها شوركن. طيب كثير يشتكي فيها يعني كثير يعني وصلوا له رسالة خاصة من شباب من الخليج، أنا أعرف ناس شخصيا من الخليج راسلوا إن الطاحونة فيها مشكلة، الطاحونة فيها كذا. لا الطاحونة هي ما في مشكلة، لكن هم الأوروبيين بشكل عام
يتلذذون بالقهاوي الحمضية بشكل أكبر، فهم قهاويهم أوفر روست، حمصاتهم داكنة. فإذا طحن بالإس إس بي واستخلص فيه 25 ثانية راح يطلع لك كوب يتلذذ فيه، فراح يكون باستخلاص 25 فيها جدا مناسب في طواحين في طاحنة الماكس في الإس إس بي، فراح يكون فترة 25 ثانية الاستخلاص سينمائي، يعني استخلاص جميل لهم بشكل عام. لكن لحمصاتنا لا ما تنفع، واجهنا فيها مشاكل كثير وكثير يعني اللي استخدموا الطاحونة هذه ما عجبتهم واتجهوا للكونيكل. اللي يعجبني في هذا الإنسان ما يعني وجد حل من الحلول لزباينه، يعني في الأول الأخير الحمصات الموجودة في الخليج رايحة بين المتوسط إلى قريب الداكن، يعني متوسط إلى داكن، خلينا نقول في رنج المتوسط، حمصات متوسطة. فلقى حل إنه يعني قولتهم كل واحد يأخذ حقه، الأوروبيين لهم مود والخليجيين لهم مود، فصنع أقراص أحجار طحن مناسبة للحمصات الفاتحة والمتوسطة. طيب خليني أعطيكم الفروقات بين الام دي والال ام، هم بالضبط هم ثلاث أحجار، أو خلينا نقول هم حجرين وفي لهم فرع ثاني للال ام. الام دي اللي هي ميديوم تو دارك، متوسط إلى غامق. الال ام لايت تو ميديوم، فاتح إلى متوسط. أنا نصيحتي اللي يبغى يتجه للطاحونة هذه إنه يطلع على الام دي حسب اللي أنا أخذته، المتوسط يعني حمصات المتوسطة جدا مناسبة. الفرع الثالث للال ام هو اس دبليو. الفرق بينهم الال ام الريشيو حقه 1:1 إلى 1:2، الـ SW بيكون 1:2 إلى 1:3. هذا راح يستخدمونه لللونجو، بحكم أن اللي سافر في أوروبا إذا جاء يستخلص، إذا طلبت مثلا من عنده فلات ويت أو كابتشينو تشوفه يستخدم البروت فلتر في دبل سباوت، ينزل لك كوب للفلات وايت والكوب الثاني يستخدمه لمشروب ثاني، فياخذ 30 جرام من هنا و30 جرام الثاني يروح يبيعها على شخص ثاني. فتنفع هذه لللونجو اللي يستخلصون فيه 60. وعلشان لا يكون في اي حد عنده اي شك، الريشيو 1:2 المقصود فيه لو كان عندك البروت فلتر 18 جرام على كل جرام قهوة يقابله 2 ملي من الماء، يعني لو كان عندك 18 جرام قهوة راح يكون عندك الاوت 36 ملي جرام من الاسبرسو. طيب الشوركن زي ما قلنا صارت يعني مناسبة لأغلب أنواع الحمصات وفيها خيارات وفيها عدة استخدامات حسب كل شخص وكل شخص. أحد الحاجات القياسية الموجودة في طاحونة الماكس إن القرص الموجود فيها تيتانيوم، ما في خيار إنك تأخذ تيتانيوم أو لا، لا قياسي تيتانيوم. زي ما قلنا القرص مقاسه 98 ملي تيتانيوم نايتريد كات، مقارنة بالفلات 75 فيها اختيار إنك تأخذ تيتانيوم أو تأخذ عادي، لا هنا إجباري تأخذ تيتانيوم. طيب النتائج اللي طلعها هذا القرص نتائج ناجحة بشكل كبير، الاستخلاصات من 1 جرام إلى 36 جرام، القوام حقها جدا يعني خلينا نقول أفضل من الإس إس بي، القوام حق القهوة يعني ما نقدر نقارنها بالكونيكل. ليه؟ لأن الكونيكل راح تعطيك بدي أكثر، والسبب أن الفاين فيها أعلى، فال
الكونيكال راح تعطيك قوام اعلى، لكن كل شيء له عيوب. اذا اخذت القوام راح تخسر الـ النكهات، راح تخسر الفاكهية، راح تخسر الـ وضوح الحلاوة. مو معناته راح تطمسها، لا ما راح تطمسها، لكن في نسبة يعني مثلا الفاكهية هنا للماكس او للفلات بشكل عام راح تكون اعلى من الكونيكال مثلا بنسبة 30%، الحلاوة راح تكون اعلى مثلا بنسبة 30%، لكن راح تخسر نسبة قليلة من القوام. لكن في هذا الاصدار بشكل عام جمعت ما بين الكونيكال والفلات، يعني القوام للأمانة القوام مرة خرافي، القوام عالي. يعني الحاجة الجوهرية في هذه الطاحونة ان القوام عالي والاستخلاص جميل والنوتات واضحة. ممكن تشرب ألذ إسبرسو في حياتك في هذه الطاحونة. والسبب حجم القرص، دوران القرص، وقلة الار بي ام. الار بي ام راح يكون اقل، طبعا ما تكلمت على المينيموم للار بي ام هنا 20 والماكسيموم 400. في نسبة وتناسب بين الار بي ام والقرص نفسه. يعني انا هنا عامل السيت اب الى 350، سرعة الار بي ام 350 والقرص عندي هنا 98. لفة القرص لفتها كبيرة، يعني الار بي ام راح يكون اقل لكن انا عندي لفة كبيرة، فراح يعني اخطو خطوة لقدام، فسرعة الطحن راح تكون عالية، عندي سرعة طحن وعندي ار بي ام اقل. فايش راح استفيد؟ راح استفيد انه راح يكون عندي فترة الطحن سريعة، يعني مقارنة بالكونيكال متشابهين تقريبا في 18 جرام راح تطحن لي في 11 ثانية، في الكونيكال تقريبا في نفس الرنج 10 الى 11 ثانية. اثنين، بحكم ان انا عندي لو ار بي ام راح يقل عندي الاحتكاك. انتم ملاحظين في طواحين السنجل دوز ان يكون سرعة الار بي ام عالي، والسبب ان القرص حجمه صغير، فبحكم ان القرص حجمه صغير فيحتاج ار بي ام عالي بحيث انه يبغى يطحن اسرع عشان ما يكون وقت الطحن طويل، فيحتاج انه يكون الار بي ام عالي والقرص صغير. ايش راح يصير؟ راح يكون عندك زيادة احتكاك. زيادة احتكاك ايش راح يصير؟ راح يسخن البن. اذا سخن البن ايش راح يصير معك؟ راح يفقد لك من خواص الطحن، خواص القهوة نفسها، سواء كانت من فاكهية، من قوام، من حلاوة، كله راح يكون نسبة وتناسب راح يكون أقل. لكن هنا جمعت بين الار بي ام، لو ار بي ام، ار بي ام منخفض وقرص كبير، راح يعطيك نسبة وتناسب، بيكون ار بي ام يعني متعادل مع حجم القرص، فراح يكون وقت الطحن عندي سريع تقريبا 10 ثواني. هذه نظرة عامة بشكل عام للطاحونة. أنا أشوفها يعني من وجهة نظري ومن تجربتي، برأي شخصي إنها تكون واحدة من أفضل الطواحين الفلات الموجودة في السوق بحكم نوعية القرص المناسبة للقهاوي اللي نستخدمها وسرعة الار بي ام مقارنة بحجم القرص. حجم القرص كبير، 98 هو نفس حجم القرص الموجود في الاي كي 43. راح أطحن لكم الطاحونة بحيث تشوفون تناسق الطحن حقها، فراح أوريكم. قبل ما أطحن مثل ما أنتم عارفين هذا الستبلس تتحكم فيه، تلف يمين أو يسار، تطلع يسار تنعم الطحنة، تطلع يمين تخشن الطحنة. حسب تجربتي من أخذت الطاحونة على كل شرطة
راح تنقصها راح تفرق معاك 5 إلى 7 ثواني. يعني لو كان عندك الآن على رقم 4 واستخلص صار عندك مثلا استخلاص عندك 30 ثانية فتبغاها مثلا 35 ثانية، تنقص شرطة واحدة راح يكون عندك الاستخلاص 35. طبعا هذه 18 جرام، شوفوا ما شاء الله سرعة الطحن. كذا خلص الشوت، نعطيه كذا كبسة كتأكيد لو في أي شيء متعلق. نسبة الريتنشن حقها زيرو. لو كان ما بخيت فيها بخة من البخاخ لطرد الكهرباء الساكنة راح يكون عندك الفرق تقريبا أقل من 0.5 جرام، لكن لو بخيت بخة واحدة راح يكون عندك الريتنشن زيرو. راح أحطها لكم كذا في حاجة عشان تشوفون شكل الطحنة. راح أستخلص لكم الآن كوب من هذه الجميلة سبيدستر، معمول عليها بروفايل، ما راح أعمل ترطيب، لا راح أعمل استخلاص على طول، لكن فيها سبرينج راح يكون فيها الترطيب ما يقارب 7 ثواني تدفق تدرجي. بعد 7 ثواني راح يرفع إلى 9 بار. ما شاء الله هذا الكوب الجميل، الاستخلاص الجميل، القوام الجميل. يعني يعجز اللسان عن شوت الاسبريسو هذا. ف ان شاء الله يعني ما طولنا عليكم، وكانت مراجعة بسيطة لهذه الطاحونة العظيمة. طبعا الكوب للاسف ما اشربه، ما راح اشربه لانه في المساء ما اشرب قهوة وبس. ويلا يعطيكم ألف عافية.